يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد ذكر الخضر عليه السلام في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما هو الراجح فيه؟ هل هو نبي أو رجل صالح؟ وهل هو حي أم مات؟ أما أنه حي أو مات قطعا أنه ميت، والشيخ يعني أثبت أنه ميت في رسالة، أنه ميت لا يمكن أن يكون حيا. الرسل ما بقوا، فكيف يبقى الخضر؟ هو ميت، كل نفس ذائقة الموت. أما أنه نبي ولا ولي هذا محل خلاف من العلماء، من يقول أنه نبي لأن الأمور التي جرت على يده معجزات لا تجري إلا على يد نبي، ومنهم من يقول ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، عبد صالح، والذي جرى على يده هذه كرامات وليست معجزات. والله لم يسمه نبيا، الله لم يسمه نبيا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إنه رأى الرسول لما سار موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين ووصل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قال عبدا من عبادنا ولم يقل نبيا. نعم.